التصقت آلة الناي في أذهان العرب دوما بأنها تلك الآلة الشجية الحزينة، وكانوا يحترمونها كثيرا لأنها تقريبا الآلة الوحيدة في التاريخ التي صنعت من نبات كانت فيه حياة، ولأنه لم يدخل في صنعها أي آلة صنعية مستحدثة. وكثيرا ما كان الشعراء حتى يتنغمون بتلك الآلة وبمشاعر الحزن والشجا الذي تثيره في نفس السامع، ومن ذلك قول الشاعر مثلا: ونائحة صفراء تنطق عن هوى فتعرب عما في الضمير وتخبر براها الهوى والوجد حتى أعارها أنابيب في أجوافها الريح تصفر. وهذا الالتصاق يذكرنا دوما بأنها آلة فردية، لأنها التصقت دوما إذن في أذهاننا بذلك العازف، أحيانا بذلك الراعي الذي كان يطرب قطيع الغنم ويطرب نفسه طيلة النهار. التصقت دوما بالعزف الفردي الذي عندما ينفرد عازف به فيسمعنا ويشجينا ويطربنا. ومع ذلك فإنني أرى أن هذه الآلة، وباعتبار أنها في الواقع عائلة من آلات الناي كما رأينا، لأنها مكونة من 7 آلات مختلفة، لماذا لا نشكل فرقة خاصة أو لا تشكل فرقة خاصة لعازفي الناي مجتمعين؟ وما يدفعني إلى ذلك في الواقع سهرة حضرتها في 70s، وكانت في اللاذقية. طبعا في اللاذقية هناك الكثير من العازفين المشهورين في آلات الناي، في العزف على آلات الناي. كان هناك سهرة موسيقية كان فيها فقط مجموعة من عازفين ناي، لم يكن هناك أي آلة موسيقية أخرى، لا العود ولا الكمان ولا القانون، فقط مجموعة من عازفي الناي، وكل عازف كان لديه آلة ناي، طبعا إما في منطقة الأصوات المنخفضة أو في منطقة الأصوات الحادة. وفعلا إنه شعور عجيب ذلك الذي أحسست به عندما استمعت إلى تلك المجموعة وهي تعزف ألحانا من الموسيقى العربية، ولكن بمجموعة كاملة من آلات الناي. من بين العازفين في تلك الأيام، في تلك السهرة التي حضرتها، كان الريس علي، وهو من أهم عازفي الناي، وكان السيد إبراهيم السيد خليل. والريس علي درس أحد تلامذته إذن عبد السلام صفر. عبد السلام صفر الآن يعد من أهم عازفي الناي في سوريا وفي الوطن العربي، وهو يحاول أن يطور تلك الآلة مع إبقائها على شكلها التقليدي، ولكن أن يتغلب على الكثير من مواطن الضعف فيها، من تعدد الآلات، من وجود عدد ثقوب محدود، أي لا يمكن العازف إلا بتغيير في قوة النفخ وفي تغيير في وضع الأصابع لأن ينفذ الأصوات الموسيقية التي يريد. لنستمع إذن إلى عبد السلام صفر أيضا في عزف منفرد على آلة الناي، ولنتبين مواقع الإبداع في عزفه.
المواد التسجيلية التي استعملتها في حلقة اليوم كانت بالأسود والأبيض، طبعا هي المواد الخاصة بسليم كسور وعبد السلام صفار. كم نتمنى طبعا، لماذا؟ لأنني لم أعثر على تسجيلات حديثة بالألوان وبالتقنية الحديثة التي يستعملها التلفزيون. كم أتمنى أنه في المستقبل القريب أستطيع أن أعثر أو يقوم عبد السلام صفار وسليم كسور بتسجيلات حديثة بالألوان وبالتقنية الحديثة، حيث يقدم لنا هذين العازفين أبدع وأحدث ما عندهما من ألحان شجية ومطربة. في حلقة اليوم تحدثت عن آلة الناي وعرضت لتاريخها ولتركيبها ولأفضل العازفين في الوطن العربي ممن يقومون بالعزف عليها. إلى حلقة قادمة.